مساء الخير عليكم. رجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد. هنتكلمكم النهاردة عن حجر مميز جدا وهو حجر العقيق، وهو تقريبا من أشهر أنواع الأحجار وأكثر انتشارا كمان وسط الناس. حجر العقيق هو تقريبا من اشهر انواع الاحجار في العالم، تقريبا اغلبيه الناس كلها عارفه الحجر ده. واشهر لون كمان للعقيق هو العقيق البني او الاورنج. والعقيق الفايده بتاعته ان هو بيفك الضيق، بيخلينا نتقبل اي حاجه دي بتحصل في حياتنا. وكمان مثل العقيق ان هو فيه جميع الالوان، وتقريبا الحجر الوحيد اللي فيه حوالي 26 لون ما عدا الاسود، وبيتسمى اونكس. يعني الاونكس كمان تبع انواع العقيق بس ليه اسم تاني لوحده. العقيق بنستخرجه من الصخور او من الجبال، واحسن بلد نقدر نجيب منها عقيق هو العقيق اليمني، تيجي بعديها على طول العقيق البرازيلي. ومن فوائد العقيق عندنا العقيق بيفك الضيق، بيخلينا نتقبل اي شيء جديد ممكن يحصل في حياتنا. حتى في مقوله مشهوره عندنا جدا بتقول من لبس العقيق صدره لا يضيق. وكمان نقدر العقيق نقدر نستخدمه في حاجات كتير قوي في حياتنا، نقدر نعمل منه خواتم، سلاسل، اذا كان بريسلتس ممكن نلبسها، ممكن نحطه زينه في البيت، هنستخدمه كزينة كشكل، او ممكن كمان نستخدمه ان هو يسحب النيجاتيف انرجي من البيت كله. وكمان الحاجات الخام، الاحجار الخام نقدر نشحن عليها الاحجار بتاعتنا، وده هنتكلم فيه في فيديو تاني ازاي نشحن احجارنا وازاي نعرف نفضي الطاقة السلبية منها. وكمان العقيق مستو ان هو فيه كل الالوان، تقريبا فيه 26 لون من الوان العقيق، وكل لون بيشتغل على مسار طاقة معين اللي هما السيفن شاكرز. والسيفن شاكرز احنا كنا شرحينها كلها في فيديو قبل كده، لو حابين ترجعوا للفيديو هتلاقي اللينك تحت. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا فولو للأكاونت بتاعتنا عشان يوصل لكم كل ما يخص الأحجار الكريمة. استنيكم.